بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله. ذكر عظيم جدا، على الرغم من ضعف الحديث، لكن استحسن العلماء وقالوا لا معنى أبدا من قول هذا الذكر، لأن فيه ثواب عظيم. وقلنا مرارا وتكرارا وكرر مرة أخرى أن الأحاديث الضعيفة معمول بها في فضائل الأعمال، وهذا رأي جمهور العلماء، هذا رأي جمهور العلماء، ومعمول بها في كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه. فكان العلماء يلتجئون إلى الأحاديث الضعيفة ويبنون عليها أحكاما شرعية عند عدم وجود نص صحيح، وذلك بشروط الحديث الضعيف، بشروط الحديث الضعيف. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. فالإمام مالك كان يحتج بالأحاديث المرسلة وبنى عليها أحكاما فقهية، والإمام أحمد أيضا، الإمام أبو حنيفة أيضا كان يحتج بالأحاديث الضعيفة عند عدم وجود نص صحيح. وكتب الفقه المطولة ممتلئة بأحكام فقهية كثيرة جدا مبنية على أحاديث ضعيفة، لأن ليس هناك نص أو حديث صحيح، فيقدمون العلماء الأحاديث الضعيفة على مصادر التشريع كالاستحسان كالاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرهم. لأن مش معقول أجتهد وأنا عندي حديث ضعيف. الحديث الضعيف ربما يكون، ربما جدا جائز جدا جدا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، واحد في السند بينسى، فالعلماء بيضعفوا الحديث، بينسى نساي، ممكن يكون زود كلمة أو نقص كلمة. واحد في السند مجهول، يعني مثلا واحد في السند ما سمعش، ما كانش موجود في زمن فلان عن فلان، ما كانش موجود في زمن عن فلان عن فلان، في واحد في النص واقع. هذا ليس معناه ان الشخص ده هو، فالعلماء بيضعفوا الحديث لان حديث معلق او حديث سموه حديث مقطوع. مقطوع، مقطوع السند يعني في واحد في النص واقع. هل بالضروره اللي واقع ده يكون كذاب؟ هل بالضروره اللي واقع ده يكون سيء الحفظ؟ ربما يكون قوي الحفظ، ربما يكون صادق وامين، لكن هم يفعلون ذلك احتياطا. ففي كثير من الاحيان الحديث الضعيفة بتكون الرسول صلى الله عليه وسلم قالها فعلا. فلذلك يعني الحديث الضعيف له اهميه كبيره بعد الحديث الصحيح، لا كما يظن كثير من الناس. فالحديث بيقول ايه؟ الحديث شوف الصواب العظيم، من قال حين يصبح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم يقرا 3 آيات الاخيره من سوره الحشر، وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه ويدعون له حتى يمسي، وان قاله في المساء وكل الله له 70,000 ملكا يصلون عليه ويدعون له حتى يصبح، وان مات في يومه مات شهيدا. شو بقى الصواب العظيم؟ انت هتقول ايه؟ هتقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. وربما سبحانه وتعالى جعل لهذا الذكر هذا الثواب العظيم، لان الآيات الاخيره من سوره الحشر فيها كثير من اسماء الله الحسنى، اعظم اسماء الله الحسنى، فانت تقولها كلها، انت تقولها كلها ثم تقول يسبح له ما في السماوات والارض له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. فشوف بقى الثواب العظيم ان انت ستاخذه عندما تقول هذا الذكر صباحا ومساء. 70,000 ملك يصلوا عليك حتى تمسي ويصلون عليك حتى تصبح، يبقى طوال اليوم في 70,000 ملك يدعون لك ويصلون عليك. كم حسنة تاخدها؟ ملايين، مليارات، وكم واي كم من مغفرة ايضا. والاعظم من هذا انك اذا مت من يومك مت شهيدا. صعب عظيم جدا جدا. من يتمنى، يعني من لا يتمنى ان لا يموت شهيدا ويكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، الشهداء في الفردوس الاعلى. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فذكر هدية من الله سبحانه وتعالى، انا هكتب لكم هذا الذكر تحت الفيديو بالسند بتاعه وكل بالحديث. يا ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، يا ريت كلنا نحفظ الذكر ده ونقوله صباحا ومساء، حتى يعني يوكل الله لنا 70,000 ملك، وحتى يعني
لنال الشهادة، يعني واظبط عليه كل يوم بإذن الله تكون من الشهداء. أقول قولي هذا، استغفر الله.